مساكم الله بالخير. 20/12 تسجيل من ميت 10 برو. رد على بعض الشبهات. يعني لاحظت امر مؤخرا ان الاسئلة اللي توصلني ويكون فيها اشياء غريبة عجيبة بعيدة عن المجال اصلا مصدرها نفس الشخص. يعني سابقا ابتلشنا بحوح وجزاها الله خير الاشياء الغريبة العجيبة اللي نجاوب عنها، بعدين ابتلشنا بواحد جديد معلومات خطأ مضروبة بالطوفة. يعني ملاحظ انه دائما يوصل لي من نفس المصدر، انا بعدين اعرف انه نفس المصدر لان انا جاوب السؤال بحسن نية، ما ادري ان هذا السؤال طارحه شخص بالخلفية. يعني ماشي اجاوب السؤال، بعدين القى ان الاسئلة الغريبة هذه والتناقضات والاشياء المجموعة بشكل عشوائي مصدرها نفس الشخص. المصادر المسنودة على اشخاص، والله انا سيرتيفايد جوجل اندرويد على تويتر. طيب اي واحد انت الحين دش تقدر تسجل كمطور اندرويد عادي. اي واحد ما بيقولك اي كلب بالشارع، يعني لو الكلب عنده كيبورد ويعرف يكتب ممكن يضغط بشكل عشوائي ويسجل بجوجل كمطور. اي كلب ممكن يكون مطور، يعني معلوماته مو شرط تكون صح. الفكرة التجربة خير برهان، حتى الدليل العلمي مبني على تجربة. التجربة على الهواتف شيء، ومغرد يزعم انه مطور شنو على تويتر شيء. HTC شركة ضخمة تكلمت عن المالتي تاسكينج سنة 2008-2009، وكان النقاش قديم قبل 10 سنوات في هذا الأمر، في موضوع إغلاق التطبيقات أم عدم إغلاقها. هذا أمر قديم طبعا، وغيره من الأشياء العشوائية والأشياء اللي ما أدري منين تطلع من تحت الأرض. نفس الشيء موضوع امتلاء البطارية والشحن السريع نفس الشيء. هذه الأشياء الفنية اللي يألفون فيها الشركات، هم يبيعون، ما يقدرون يقولوا لك والله البطارية تتلف، ما يقول لك البطارية لها عدد دورات، ما يقدرون يقولون. بيبيعون، الناس بيبيعون، يدرون انك بعد سنة بتقط الجهاز، بعد سنتين بتقط الجهاز، بعد سنة راح تخرب بطاريتك، راح تروح تبدلها، راح يقول لك الخطأ منك انت، دائما انت ملام. الشركات تعرف هذا الامر، فشلون تروج؟ عبر هالابواق التافهة. امسك قول ان البطارية لا تتلف عند شحن زيادة عن 100%، امسك قول المولتي تاسكينج النظام مسؤول عنه مدري شنو، امسك بالشكل هذا. النقطة الأخيرة قبل الفاصل، الحديث عن اندرويد الخام، اندرويد ستوك، من مطور يطور اندرويد ستوك وعارف شنو اندرويد الخام اللي يعطي تطبيقات بعد عدد معين شيء، وواجهات الشركات التي يتم العبث فيها شيء اخر. خلنا نخمن شنو الاشياء القادمه اللي ممكن يتم التاليف فيها لسنه 2018 او ارجاعها من جديد. النقل من خلال هاتف لهاتف لا استهلكه، شنو ممكن يتم العبث فيه؟ فلاش الكاميرا اماميه تم اصلا علج الامر. لقيتها رام سامسونج جالكسي S9 في حال توفير الرام 4 او الذهاب ل6. طبعا راحوا لستوك، يا ويل بعض الناس مني. المهم الذهاب ل4 رام او اعطائك خيار الستة، او الذهاب ل256 ذاكرة داخلية ثم تقليل البطارية. جهزوا نفسكم للترقيع لتقليل البطارية. يعني يطلع واحد تافه على اليوتيوب يحط صرف الطاقة لجهاز ميت 10 برو او ميت 10 بجانب النوت 8، ويرى حسب تجربته التافهة ان النوت 8 افضل، وهذا الامر على ارض الواقع غير صحيح وكلام هراء. فاصل نرجع نرد على بعض التناقضات القديمة، ارجعكم شوي بالماضي على تناقضات مستهلكة قديمة ومن هذا الامر. عودة جديدة لكم. الجي بي 30 يعني تقريبا توفر في الاسواق، واتش تي سي توفر خلال اسبوع، تي سي 11 بلس. الافضل انك تروح لجهاز جوجل اكسل 2 XL اذا كنت تبي ال جي بي 30. الأغلب أن تأخير جهاز LG V30 هو بسبب أن هذا الجهاز هو شاصي جوجل Pixel 2 XL، فالأولى بما مبيعات هذا ماشية أنهم يكملون معه XL، مو العادي السمو، لا XL. بخصوص النسخ البطيخية اللي تكلمنا عنها اللي تشتريها من إيباي، الشباب يقولون اللي اشترى بالقيمة المنخفضة وربط مع جهاز، ربط مع حساب مايكروسوفت، قدر يفرمت ورجع لللايسن، فهي نسخ معتمدة. غالبا هي نسخ للطلاب يتم بيعها او نسخ للشركات يتم بيعها، لهذا السبب اسعارها رخيصة وهي نسخ اصلية. حاليا نسوي ابديت على السوق المحلي التعبان، بعدين نشوف السوق العالمي بما ان اخر السنة في خصومات ممتازة على التطبيقات بشكل عام بمناسبة كريسمس وكذا. يعني اشتريت مجموعة لايف تايم امس جيدة، يعني كلفتني $100، مجموعة كبيرة بصراحة، يعني غالبا اشتري اللايف تايم. اللايف تايم هو تطبيق للأبد، وبعض مرات ترى يكون 4 سنين، وبعض مرات الشركة تسكر. يعني أنا كنت شاري من شركة برنامج ترجمة، الشركة سكرت بعد 3 سنين تقريبا، 2.5 سنين،
وانا عندي لايف تايم شركه سكرت. اوكي برنامج عندك لكن ما راح يتحدث. فاذا كنت مو بحاجه هذا الرقم او الفرق كبير بالسعر لا تاخذ اللايف تايم. اللايف تايم اذا انت تحتاج المنتج والمنتج قائم وشركه قويه يستحق اللايف تايم. بس المنتجات اللي ما تدري مستقبلها شنو والسعر غالي مو رخيص اللايف تايم ما يسوى. بخصوص برامج او تطبيقات التويكس اللي هي التعديل على النظام، اذا مالك مصلحه في تعديل النظام يعني ما تعرف الاساسيات في تعديل النظام راح تضرك جدا يعني. المفروض ان عندك يعني الحد الادنى من المعلومات حول تعديل النظام وهي برامج التويكس. بخصوص البرامج هذه مثلا سبيد اب ماي بي سي، باور سيوت، انا كنت شغال معاهم ترى قبل سنوات طويله في تعريب، الحين ما عندهم تعريب. هذا اذا كنت معطيه مثلا الحين واصل ربع او واصل 30% اذا عطلت راح يضر النظام، يعني لازم تعطيه راحته على الاخير. انا ما افضلها ترى، انا حاطها بس شوف يعني 2018 شنو عندهم جديد. انا اسويها بوضع يدوي، يعني اذا تبي الوضع اليدوي انسب، وانا حطيت لكم شرح ممتاز يعني ممكن يفيدك للضبط اليدوي لتخفيف ويندوز 10 وهو التالي. لو عندي صلاحيه في اندرويد راح اطفي الانيميشن. الانيميشن صفر اجباري، يعني المطورين عادي تفرنكون يسوون لك انيميشن كيف تفعل الانيميشن على اندرويد، لكن المفروض يكون صفر اجباري علشان كل الاجهزه تحصل على اعلى اداء. برامج التويكس موجوده حتى على ابونتو، يعني ابونتو تويكس ممتاز. طبعا بعد ما تطور ابونتو تغيرت الواجهه اصلا فقدناه. موجود على ابونتو، موجود على مينت، على لينكس وممتاز. وهم تطفي الانيميشن تحصل على اداء. ThinkPad X1 Carbon 2017 i5 8 رام 256 NVMe Full HD Non Touch نفس السبيكس على Dell XPS 2017. ThinkPad أفضل، أسرع، أكفأ، سطوع أعلى، الألوان أجمل. ThinkPad الحين أنا عندي المقلب هذا Dell XPS ياه. ولما تأخذ مواصفات Dell Latitude مع Dell XPS تحطهم اثنين من نفس المواصفات، Latitude متفوق لأنه موجه للشركات، يعني منتجات الشركات اقوى. ThinkPad موجه للشركات، Latitude موجه للشركات، اتش بي عندهم بعد فئه نسيتها، يعني فئات الشركات حتى لو كانت نفس المواصفات تكون ارخص سعرا واعلى اداء. عموما عندي الكثير لكن يعني نريح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في عندي صوره واحد من الشباب قال لي حطها، وانا ما ودي احطها، يعني صايدني بابتسامه غريبه وانا قاعد اقيس حراره القهوه. يلا شوف.